أي عباد الله، حينما تشتد الأهوال والأحمال على هذه الأمة، وحينما تتوالى عليها النكبات والمحن والمصاعب، نجد أن هذه الأمة تتجه بكليتها في وقت جراحها إلى ماضيها، وهذا الالتجاء إلى الماضي إما بالعودة إليه أو باستحضاره هو أمر إذا رشد فهو ضروري، فلا أقل من أن يكون هذا الاستحضار والاستذكار لماضينا، لانتصاراتنا، لفتوحاتنا، لأيام عزنا ومجدنا وسؤددنا، لأيام قيادتنا وريادتنا وخيريتنا، لأيام كنا فيها سادة الدنيا وأساتذة العالم ومعلمي البشرية والأوصياء على الإنسانية، نسوسها بالعدل ونضبطها بالرحمة ونرتقي بمستوى الإنسان فيها إلى أعلى مستويات الاستعلاء والنقاء والكرامة الإنسانية. حق لنا أن نستحضر ونستذكر الماضي، حق لنا أن نعود إليه أو أن نحضره إلينا، خصوصا إذا بلغت آلامنا مبلغا لا يطاق، وإذا استمرت جراحنا بنزف دفاق، وإذا أطبق علينا من فيها وتكالب علينا من بمشارقها ومغاربها، وطعنا من الظهر والخاصرة من بني الجلدة من الذين يحسبون منا أو علينا أو يعيشون فينا، حق لنا أن نقوم بعملية استحضار واستذكار. حق لنا ذلك على شرط أن لا يكون هذا الأمر هو مسألة هروب أو مسألة أمان أو مسألة التغاضي عن الواقع الذي نعيش لكي نحلق في أحلام الماضي الوردية. هذا الاستحضار عاطفة قوية، أقل ما فيها أنه يمدنا بعوامل الصمود أمام توالي المحن والضربات، أقل ما فيه ما في هذه العاطفة التي تربطنا بالماضي، أقل ما فيه هي أنها تحمينا من عوامل الهزيمة النفسية وتعطينا قواعد ارتكاز نستند إليها. أقل ما فيها في عاطفة استحضار الماضي والارتباط به أنها تمنع ظهورنا من الانكسار أمام عوامل اليأس والإحباط التي تعمل ليل نهار في أرض الأمة وسمائها. ولذلك نعيب على الذين يعيبون علينا ارتباطنا بماضينا واستحضارنا له، نعيب على أولئك الذين يسمون ارتباطنا بماضينا أيام النكسات وأيام الهزائم يسمونه رجعية وتخلفا وعودة إلى الوراء. هذا الماضي يا سادتي هو الماضي الذي نمت فيه شريعتنا وأزهرت، هو الماضي الذي كنا فيه ملوك الدنيا وسادتها
وكان نور إسلامنا العظيم يعم الخافقين ويشمل الإنس والجن من الثقلين. نعيب على الذين يعيبون علينا ارتباطنا بماضينا، لأن الشجرة إن قطعت عن جذورها فلا بقاء لها، وسرعان ما ستموت الأغصان والأوراق والأزهار والثمار. وأمة لا ماضي لها شجرة لا جذور لها، وشعب لا تاريخ له شعب لا حاضر ولا مستقبل له أبدا. يعيب علينا فئة من الناس ارتباطنا بالماضي واستحضارنا له، وهم هم أنفسهم يستحضرون ماضي الآخرين وينقلون عن ثقافتهم وعن تاريخهم، ويعتبرون ذلك تقدما وتمدنا ورقيا. أما تاريخنا المجيد، تاريخنا المزهر، تاريخنا الذهبي، تاريخنا الذي سطرت حروفه على جبين الزمان وغرة التاريخ بحروف النور والنار، نور للإنسانية المستضعفة ونار على كل الطغاة والمستبدين والمتألهين. في تاريخنا أزلنا ممالك تعاظمت وتألهت وأذلت بني الإنسان. في تاريخنا هدمنا فروعا للفرعنة، فروع القياصرة والأباطرة والأكاسرة. في تاريخنا خلصنا البشرية من نير الاستعباد، وأطفأنا في عوالم الإنسانية ألف نار للرقة والمهانة والذل، وكسرنا قيود بني الإنسان وحررناه حررناه حتى صار إنسانا هو ظل الله في أرضه وخليفته فيها، عزيزا كريما. والناس كلهم صاروا يسيرون سواسية كأسنان المشط، لا فرق لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. وصار معيار التفاضل فيما بين بني الإنسان العطاء، الصفاء، التقوى، الخدمة. فقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط بالشرك النسيب أبو لهب. رفع الإسلام سلمان فارس، سلمان منا آل البيت، وحط بالشرك النسيب أبو لهب. ولكن ونحن ننعي على الآخرين عيبهم علينا ارتباطنا بماضينا واستحضارنا له، فنحن ننعي على كثير منا، كثيرين منا جعلوا العودة إلى الماضي والارتباط بتاريخه وأمجاده وانتصاراته وفتوحاته، جعلوا هذا التاريخ مجرد رواية وحكاية وقصص يسلي الخطيب فيها الناس على أعواد منبره في يوم الجمعة لدقائق معدودات، يستجيش عواطفهم ويجيش مشاعرهم ويذرف دموعهم، ويعيشون لحظات من السمو، سمو العزة في زمن الذل، ويتنشقون فيه عبير الكرامة في أيام المهانة. فريق من الناس جعل التاريخ مجرد قصة وحكاية يسلي بها الناس أو يحرك عواطفهم. وننعي ونعيب نحن على فريق منا جعلوا الرجوع إلى الماضي أو استحضاره نوع من الهروب من تبعة الواقع وتكليفاته ولوازمه، وخدروا الناس به وعيشوهم بآمال وأحلام ونوع من الاستعلاء النفسي، مع أن الواقع مؤلم ودام وحزين ومبكي. أما نحن فنقول، نحن حينما نرتبط بالماضي لا نريد أن نرجع نحن لكي نعيش فيه، بل نريد له أن يأتي لكي يعيش فينا، والفرق بينهما كبير. إذا قلنا نحن نريد أن نعيش فيه فسيصبح الأمر
مجرد مشاعر وأماني واستذكار وقصص وحكاية، والواقع لن يعالج. أما إذا قلنا نحن نأتي بهذا الماضي لكي يعيش فينا، فمعنى هذا بأن الماضي إذا أردناه أن يتحقق من جديد يحتاج أن نبذل في حاضرنا ما بذل أهل الماضي في ماضيهم. سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المئين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.